مع كورونا، لكن هذه المرة نعود إلى المغرب العربي. فيه فيديو انتشر لشخص قالكم الريح في الصين ومن وليش كورونا ولا انتوما، ما عرفناش إذا جزائري ولا مغربي، لكن الشيء اللي عرفناه أنه كان يغني بألحان أغنية المرحوم الشاب عقيل. يلا خلونا نتابع. حيت بلادنا ثلاثة نقط حاف، مهما واش صرا نبقاو حنا هنا. والله ما نوليو، والله ما نوليو. حقا كورونا غاو يخلعونا، هما درتو والو. غاو يحقرونا وغادي يصبوا علينا، والله رجعنا.